أجرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض السحب الأسبوعي الثالث لمهرجان ذهب المنامة 2023 على 13 جائزة قيمة، وذلك في سوق المنامة مع دخول السحب الكثير من فواتير المشتريات للمواطنين وللزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي. ويشارك في مهرجان ذهب المنامة بنسخته الثانية أكثر من 400 متجر ذهب ومجوهرات ولآلة، تقدم عروضا ترويجية أسبوعية لمرتادي سوق المنامة طوال فترة المهرجان الذي يستمر لغاية 27 من مايو الجاري، والتي سيتم خلالها إجراء سحوبات أسبوعية على مجموعة كبيرة من الجوائز المميزة، وتتضمن فعاليات المهرجان إقامة عروض مميزة لمصممي المجوهرات وصياغة الذهب وإقامة سوق للبيع بالتجزئة الفوري لتشمل عربات الطعام والقهوة والحلويات والألبسة والمنسوجات والأعمال الفنية والحرف اليدوية والمصنوعات الخشبية وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل المتخصصة في مجال التعريف بأنواع الذهب والمصوغات وأسعارها، وتعلم فن صياغة الذهب، وتعلم فن تصميم المجوهرات والحلي، والاطلاع على كيفية تحويل فكرة التصميم إلى رسم ثلاثي الأبعاد على الورق.